أهلا طلبتنا الأعزاء، نكمل المحاضرة اليوم إن شاء الله. أخذنا بالمحاضرة السابقة الكلام عن الفورم لود والفورم كلوزينج إيفنتس. اليوم أشرح لكم إيفنتس أخرى وهي الماوس هوفر والماوس ليف. هذه الماوس هوفر والماوس ليف ممكن تكون على تتنفذ على بوتوم، ممكن تتنفذ على ايمج بوكس او على ليبل، ممكن هكذا. فما هي الماوس هوفر؟ متى تتنفذ الماوس هوفر؟ هذه الايفنتس او هذه الفانكشن تنفذ، هذه الايفنتس occurs when the mouse pointer rests on the control، أي أنه الماوس يستقر موجود على أي جزء من أجزاء البوتوم أو الكنترول بشكل عام. والماوس ليف متى تحدث؟ occur when the mouse pointer leave لذلك الكنترول. وطبعا يفضل يعني عند استخدام الماوس هوفر أن يتبعها ماوس ليف، لأنه الماوس هوفر تغير الوضع الديفولت أو الشكل الديفولت الافتراضي للأوبجكت، مثلا إذا كان بوتوم، والماوس ليف المفروض ترجع الوضع الافتراضي أو الوضع اللي ما كان عليه، الشكل اللي كان عليه البوتوم أو أي أوبجكت آخر. مثلا عندنا المثال اللي سبق أيضا تكلمنا عليه، أنا ضفت عليه الماوس هوفر والماوس ليف، نلاحظ الآن. إذا أعمل exit ماذا يقول؟ يقول are you sure. هذا معنى أنه عند وجود الماوس على هذا البوتوم، فإن التكست قد تغيرت، وأيضا حجم شكل الفونت أيضا كان بشكل طبيعي أصبح بشكل بولد، كان ريجولر أصبح بولد. خلينا نشوف الكود الخاص بهذه الحالة. عندنا الكلام على الزر exit، الزر exit، نختار الزر exit ونذهب إلى الـ properties ونختار الـ events. والآن events معناها events مرتبة حسب الحروف الأبجدية. طبعا هذه نلاحظ الكليك أيضا من ضمن الـ events، ولكن لا تحتاج إلى الدخول إلى الـ events browser لأجل كتابتها. مجرد الضغط على الزر ندخل مباشرة إلى داخل الكود ونضيف الكود الخاص بها. أما أكيد باقي يوجد عديد كثير من الإيفنتس، فلكي نحتاج أي واحدة نقوم بالبحث عنها وإضافتها. فالآن عندي مثلا الماوس هوفر، لاحظ مباشرة وقت نضغط عليها راح تربط مع البوتوم، تصبح بوتوم 3 ماوس هوفر، وكذلك الماوس ليف تربط مع البوتوم 3 ماوس هوفر. هذه الماوس هوفر، عندي البوتوم المطلوب مثلا كان بوتوم 3، الفونت لهذا البوتوم، هذا الفونت اللي مرات نحتاج انه نعدل به عن طريق البروبريتيز. التعديل هنا يتم برمجيا، ميزة خاصية الفونت التابعة للبوتوم 3. حنعطي نيو فونت وخصائص جديدة، نيو فونت يعني وكأنه نعمل كرييشن لبروبريتيز جديدة للفونت، نعم. فبوتوم 3
دوت فونت والفونت ستايل ماله من نوع الان بولت. وغيرنا ايضا البوتوم 3 تكست، يعني مع وجود الماوس هوفر اذا في حالة وجود الماوس على البوتوم فسيتم تغيير شيئين، هو الفونت ستايل يصبح بولد والتكست الخاصة بالبوتوم ستتغير تصبح مثلا Are you sure؟ طبعا مثل ما قلت أكيد لكل ماوس هوفر يجب أن يتبعها ماوس ليف لأجل إعادة الوضع الافتراضي للأوبجكت للكنترول. هنا الكنترول عندنا البوتوم، نعم. فأنا ما أريد أشرحها مباشرة، أريد أدخل عليها عن طريق البروبيرتيز وأبحث بالماوس هوفر بالإيفنت، أختار الماوس ليف هكذا وأضغط عليها. طبعا من أضغط عليها حتكون في البداية بهذا الشكل خالية، وأقوم بإضافة الكود لها، نفس الكود طبعا حتى نعرف الأشكال اللي يكون عليها الستايل الفونت ستايل. مجرد أكتب فونت ستايل دوت حينطيني مثلا أختار الريجولار اللي هو الوضع الطبيعي بدون أي تأثيرات، لا بولد لا إيطاليك ولا أندرلاين ولا ستريك أوت، فإحنا هنختار الريجولار الوضع الطبيعي. ونرجع أيضا التكست الافتراضي اللي كان موجود على البوتوم اللي هو كان بالبداية exit. أعيد أنفذ، لاحظ الماوس هوفر أصبح الفونت بولد والكتابة التكست أصبحت Are you sure، ماوس ليف رجع كل شيء إلى وضعه الطبيعي. نعم، يمكن أفضل أحب أراجع لكم شوية على هذا المثال لهذا الخصائص اللي تكلمنا عليها أيضا الخاصة بمربع النص، أنه مثلا أعمل hide وshow لهذا مربع النص، hide وshow أعمل disable وenable. لاحظ طبعا بالبداية هذا وضع الافتراضي أنه ممكن أكتب عليه، ممكن أنسخ هذا النص، يعني ممكن أنسخ هذا النص وأخليه في أي مكان هكذا، وممكن أعمل disable إذا disable لا يمكن أضغط عليه نهائيا، ولا يمكن أعمل يعني not active، لا يمكن أيضا أعمل copy ولا لصق على هذا المربع. ألغي، أعمل enable، نشوف read only الآن لا يمكن الكتابة، الآن لو أضغط ما يمكن الكتابة على مربع النص، ولكن بإمكاني أن أعمل نسخ أعمل copy للنص الموجود. طبعا هكتب نص محدد، أهلا، الآن نحول الريد أونلي إلى بشكل طبيعي حتى أتمكن من الكتابة، أهلا بكم طلبتي الأعزاء في هذه المحاضرة. نعم، لو أعمل print الآن على message show نلاحظ هذا النص نقل إلى المربع النص، أوكي، إلى المسج بوكس والإكسيت، أوكي. هوقف الآن وأذهب إلى الكود الخاص بهذه الأزرار. نلاحظ الآن الهايد مجرد نلاحظ أنه في حالة أول شيء يتم اختبار الفيزيبوليتي لهذا المربع. إذا كان الفيزيبل ترو في حالة الهايد يعمل فولس، عند الضغط عليه مرة ثانية يعيد
الوضع إلى يعيد وضع الوضع المربع النص إلى وضعه السابق، أي أنه كل هذه الأزرار ونلاحظ وكأنه الأول والثاني والثالث، أوكي، هي لها تقريبا فانكشنين، إخفاء وإظهار الأول هايد وشو، ديسيبل وإنيبل البوتوم الثاني، ريد أونلي وريد أونلي ترو وفولس أيضا، والكلام كله متعلق بتأثيرات هذه الأزرار الثلاثة على هذا مربع النص. وطبعا هذه أيضا ممكن نقول أيضا لها فانكشنين، ولكن فقط عمل تأثير على الزر فقط عن طريق الماوس هوفر وماوس ليف. أوكي، فأذهب الآن إلى الهايد. نلاحظ في حالة كون الفيزيبل لهذا التكست بوكس ترو، حيجعلها فولس ويكتب. إذا أصبحت فولس ماذا يكتب؟ يكتب لي شو حتى يعطيني فد ملاحظة، يعني if you want to return to show this message box it is better to press this key again. أوكي، فيرجع وكأنه كان سابقا الزر الـ function of this click at the beginning يكون عبارة عن hide، ومن ثم يصبح show. فهذه if، هذه else. لاحظ هذه else في حالة كونه false. في حالة كون الvisibility لهذه التكست بوكس إذا كانت false حيعيدها يجعلها true، ومن ثم يغير النص بالنسبة للتكست النص خاصية التكست بالنسبة لهذا البوتوم ويجعلها hide أيضا لكي تعطي إشارة لأنه أصبح الآن if you want to return to hide this message box. نعم، طبعا هذه الفكرة حتعاد لهذه الأزرار بنفس الطريقة. نلاحظ الآن disable والenable بالنسبة لي التكست بوكس هذا الزر. إذا كانت خاصية enable true فقم بتحويلها إلى false، وقم بتغيير الآن التكست ميزة التكست الخاصة بالبوتوم لتصبح الآن مثلا for example text box is enable، يعني الآن حاليا في حالة enable. أوكي، else إذا كانت ميزة enable false غيرها إلى true، والآن text box is disable، text box is disable. لاحظ الآن لو أنفذ text box is disable، الآن هو حالة enable، is disable، is enable، okay، وهكذا. نذهب إلى الزر الآخر read only. read only أيضا عندي ميزة ال read only إما true أو false. في حالة كونها false ستتحول إلى true، ونعطي تغيير للنص ميزة النص الخاصة بالبوتوم لكي تصبح read only text box is false. أما إذا كانت text box read only true فستتغير لكي تصبح false، ونغير أيضا ميزة التكست للبوتوم لتصبح read only text box is true. أتصور هذه واضحة. نذهب إلى الزر الأخير. طبعا هذا الزر مجرد يطبع ما موجود في ميزة التكست بوكس في داخل المسج بوكس شو مسج بوكس. طبعا ما أعطينا الأجزاء الأربعة، احنا متفقين المسج بوكس مكون من أجزاء أربعة، الجزء الأول التايتل، وعندي جزء التكست،
وعندي جزء البوتومز وعندي الجزء اللي هو الايكون. الان موجود عندي الجزء اللي هو فقط جزء واحد الان موجود. نلاحظ لا توجد فاصله، كله الان جزء واحد، كله الان جزء واحد. لو انفذ لاحظ لا يوجد عنوان هنا، لا يوجد عنوان هنا، اوكي طبعا خالي التكست. برنت، بنلاحظ اخذ ما موجود داخل التكست، ميزة التكست التابعة للتكست بوكس 1 واظهرها في المسج، اوكي. فنلاحظ الان هذه كلها عبارة عن مسج واحدة concatenation. concatenation، وهذا هو الconcatenation، هذه هي الconcatenation. الجزء الأول ثابت، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الأول، وهذا الجزء الثاني الذي يأتي من ميزة التكست التابعة للتكست بوكس. طبعا زائد أيضا هنا concatenation للقوس، concatenation لإغلاق القوس. يوجد تو concatenation هنا، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني جاي من تكست، وهذا الجزء الثالث. أوكي، أتصور انتهينا من هذا المثال. نذهب أيضا لإعطاء مثال آخر عن الماوس هوفر والماوس ليف، ولكن هنا باستخدام مربع النص الإيمج بوكس. يعني لو ألاحظ الآن هنا أنفذ، لاحظ طبعا يوجد عندي مربع نص له صورة، هذا مربع النص له صورة، صورة افتراضية. في حالة وجود الماوس هوفر على مربع النص سيتم استدعاء صورة جديدة ووضعها في داخل مربع النص بدل عن الصورة السابقة. وأعيد وأكرر، لكل ماوس هوفر ماوس ليف، ماوس ليف لكي يعيد المربع النص إلى وضعه الطبيعي، ماوس ليف، ماوس هوفر، ماوس ليف، رجع الصورة إلى وضعها الطبيعي. لاحظوا نفس الشيء هنا، أحيانا قد تستخدم في عملية اكتيفيشن لبعض الايكونز، لبعض البوتوم. لاحظوا عندما وجود الماوس هوفر أنا ممكن أكتب كود كامل هنا في حالة وجود الماوس هوفر. لاحظ لا أقوم فقط بتغيير شكل أغير الصورة، وإنما ممكن أكتب أيضا كود داخل هذه الإيفنت اللي هي الماوس هوفر والماوس ليف. نعم، نوضح هذا الكود. أنا اللي يهمني من هذا الفورم هو الصورة هذه الصورة. أذهب إلى البروبريتيز، يعني ممكن أعمل هكذا، أقول بروبريتيز وأذهب إلى بروبريتيز. لاحظ موجود الكليك هنا لا يوجد تفعيل لها حاليا، أوكي. لاحظ ما الإيفنت مرتبة حسب الحروف الأبجدية from A to Z. ماوس هوفر وماوس ليف أبحث عنهم، طبعا هاي موجودين ومفعلين. ماوس هوفر activated for picture box 1، وماوس ليف أيضا activated for text box 1. فدبل كليك على الدالة أو الإيفنت، طبعا حتكون بهذا الشكل بالبداية، خالية بهذا الشكل، ونقوم بإضافة الكود لها. نعم، طبعا في بالبداية عند عملية تصميم هذا الفورم، هذه الصورة الافتراضية كيف قمنا بربطها بالمربع النص؟ نقول properties ونذهب إلى الخاصية image، نتحول إلى properties الآن الخصائص، ونذهب إلى الخاصية image ونربط الصورة المطلوبة عن طريق الثلاثة نقاط. نربط الصورة المطلوبة، نربط الصورة المطلوبة، نعمل import
ونأخذ الصورة من مكان حسب المكان اللي مخزونة فيها في أي مكان على الحاسبة. طبعا يفضل أيضا نعم هذه اخترنا مثلا الصورة أوكي. يفضل أيضا أن نعطي خاصية السايز مود نعطيها ستريج إيميج لكي تتوضع الصورة وتصبح بحجم ربع النص. تتوضع أي أنه مهما كان حجمها أكبر من مربع النص تصغر وتصبح بقدر حجم مربع النص، ومهما كانت صغيرة أيضا تكبر وتصبح بحجم مربع النص. هذه ميزة مهمة. يعني نلاحظ لو نخلي مثلا سنتر الصورة سنتر لمربع النص، هذا السنتر مربع النص ولكن باقية في حجمها الأصلي. زوم أيضا نلاحظ في هذه الحالة عمل تصغير، والتصغير هنا متناسب وباقي نسبة الطول والعرض سيوتابل مطابق للهايت والويت التابع للصورة الأصلية. أوكي؟ هذه عندما نكبر الصورة بهذا الشكل ونصغرها بهذا الشكل، هذا زوم منتظم، يعني المنتظم أنه الهايت والويت باقية محافظة على النسبة وتناسب على نفس النسبة الأصلية للصورة الأصلية. أما عندما نريد أن نجعل الصورة تغطي فل لكل المربع النص، نختار هذه الصورة ونأخذ بعين الاعتبار أنه بهذه الحالة قد تتغير بعض الشيء ملامح الصورة، ويفضل بهذه الحالة أن نقوم بإجراء بعض التغيير للطول أو الأرض لكي تصبح الصورة متجانسة أو معقولة. نعم، إذن هنا عملية ربط الصورة في مرحلة الديزاين، ربط الصورة بمربع الإيمج بمربع الصورة لاحظ هنا picture box عن طريق مرحلة الديزاين في حالة الديزاين. نفس الكلام هنا أيضا أختار الصورة وأختار picture box وأذهب عن طريق properties وأذهب إلى ميزة الإيمج وأختار الصورة المطلوبة، وأيضا إذا كانت صغيرة جدا أو كبيرة جدا فأختار ميزة الستريج. أوكي، إذا هذه الصورتين الآن تم تثبيتهما كلا الصورتين في مرحلة الديزاين كصور افتراضية تظهر عند تنفيذ الفورم. الآن نريد أن نغير هذه الصور برمجيا عن طريق الماوس هوفر والماوس ليف. الآن في مرحلة الكود أعود وأختار الماوس هوفر، أختار الماوس هوفر وأعطي الآن picture box. لاحظوا نفس الكلام same idea لمرحلة الديزاين، أنه عندي ميزة الإيمج التابعة للpicture box image from file image we will get image from file image.from file. وهذا هنا المسار، لا ننسى دائما عندما نستخدم خط مائل أن نعطي خط مائل دبل خط مائل وليس خط مائل واحد، لأنه قد يفهم أحيانا خط مائل N يعني new line، خط مائل C يعني قد تعني شيء آخر لأنه يستخدم في as a control characters داخل الاقتباس. فإذا أريد أن أعطي معنى الخط المائل كتكست يجب أن أعطي خط مائل. فماذا معنى هذا؟ معنى هذا الخط مائل مفهوم خط مائل واحد. الآن يفهم أنه خط مائل واحد للمسج، يعني الكمبيوتر لاحظ يقرأ هذه المسج هذه التكست وقت تخزن بالذاكرة ستصبح بهذا الشكل
بهذا الشكل. الآن ستصبح بهذا الشكل، وهذا المسار الصحيح المطلوب. إي خط مائل سي هاش آيكون إيميج خط مائل 33.jpg. أوكي. قلنا ولا ننسى أنه دائما لكل ماوس هوفر يتبعها ماوس ليف، وبنفس الطريقة ننسخ هذه الجملة، ننسخ هذه الجملة ونلصقها هنا، وفقط الذي يتغير هو الاسم ملف الصورة. هنا اسم ملف الصورة الملونة، وهنا اسم ملف الصورة الجراي ليفلز الأبيض والأسود، الجراي ليفلز اللي هي الصورة الافتراضية التي ظهرت عند بدء تنفيذ الفورم. نعم، طبعا الكلام نفسه بالضبط يعاد بنفس الفكرة على المربع الصورة الثانية اللي هي الأيقونة، ونذهب إلى الماوس هوفر والماوس هيليف بهذا الشكل، بهذا الشكل. أوكي، أيضا ونكتب الكود الخاص بالماوس هوفر والماوس ليف عن طريق تغيير فقط اسم الصورة. مثلا هنا اسم الصورة 3.jpg، الصورة الأخرى 4.jpg. أوكي، سأذهب إلى مثال آخر يتعامل مع الألوان الآن. وهنا الحدث، الحدث هو الحدث المعروف واللي الكل يستخدمه الآن، يعني اللي يستخدم بشكل افتراضي عندما نعمل دبل كليك أوكي على أي جزء. أوكي، نلاحظ وجود كود، يعني عندما أنفذ هذا الجزء، هذا البرنامج، نلاحظ في عندي مربع هنا، مربع نص. الغاية من هذا المربع النص، الغاية من هذا المربع النص أن أقوم بتغيير خلفية هذا المربع النص حسب الزر. يعني إذا أضغط لون الأسود black يصبح أسود، white و red، green، blue والأورنج، هكذا، وإكزت حسب اللون الذي يتم اختياره. أوكي، نذهب إلى الديزاين. وطبعا في البداية أكيد سيتم تصميم هذا الكلام، سيتم تصميم وتحديد هذه الألوان، ومن ثم عند النقر على هذا الزر سنقوم أي الإيفنت كليك، الإيفنت كليك على هذا الزر ستقوم بتغيير لون أرضية مربع النص بحيث يصبح مطابق إلى هذا اللون. أوكي، هذا هو الكود. أوكي، هذا هو الكود. لو نتكلم هكذا دبل كليك ندخل مباشرة إلى الكود، وأيضا خلي أشوفكم الـ الإيفنت. نلاحظ الإيفنت هنا لكليك مفعلة، الكليك مفعلة، ولكن الكليك ما ضروري، لأنه الكليك هي الإيفنت الافتراضية، ليس من الضروري أن أدخل عليها عن طريق البراوزنج للإيفنت في البروبريتيز. مباشرة ممكن أدخل عليها هكذا. أوكي، نلاحظ بالنسبة لي الكود هنا، هذا الكود مجرد حيجي يغير الباك كولر. يعني احنا بالتصميم لكل من هذه الأجزاء كلهم، حتى هذا الجراي ليفل كلهم هذول أعطيناهم باك كولر. لو أشوف الآن بالبروبريتيز، الباك كولر، لاحظوا ملاحظة أيضا، يوجد عندي فور كولر ويوجد عندي باك كولر، فور كولر وباك كولر. أنا وضحت لكم هنا هذا معناه. طبعا أي أوبجكت له فور كولر وباك كولر. الباك كولر هو لون الأرضية، الفور كولر
هو لون الكتابة. يعني أنا عندي label هذا الباك كولر، وعندي كتابة على الليبل هذا لون الكتابة، عندي text box هذه لون الكتابة لون الأرضية الباك كولر، وكذلك لون الكتابة. bottom هذا لون الباك كولر البلاك، وعندي هذا اللون مثلا لون الكتابة اللي هو الفور كولر، أي طبقتين، الطبقة السفلى للون الأرضية والطبقة الأعلى هي للون الكتابة. فنحن الآن ما يهمنا الفور كولر، ما يهمنا الفور كولر، اللي يهمنا الآن هو لون الباك كولر. لاحظ احنا كل الباك كولر مغيرين، خلينا نشوف هذه وايت، هذه ريد، هذه جرين، لاحظوا هنا، انتبهوا هنا هذه بلو، وهذه لون موجود يأتي عن طريق RGB، وأيضا حشرح الآن شنو معناها هذه. لاحظ يوجد ألوان أساسية، هذه كونستانت ثابتة بلاك، لاحظوا هذه الألوان الأساسية موجود مخزونة اسمائها كونستانت كولر داخل بيئة فيجوال ستوديو. لاحظ هذه ألوان أساسية موجودة، ولكن لأنه الألوان كثيرة ليس من المعقول أن تثبت كلها كونستانت كل الاحتمالات للألوان. فإحنا نعرف الألوان هي مزيج من ثلاثة أرقام، قيمة الريد والجرين والبلو، فهذا الآن يأتي من قيمة ريد جرين بلو ثلاثة أرقام. نعم، وأيضا ممكن نسخها، لاحظوا ممكن نسخ اللون عند احتياجه في الكود، هذا ننسخ هذا الكود، شوفوا أنسخ هذا الكود. لو أجي أدخل، خلينا نبدي في هذا، أبدي بهذا الآن، لاحظ الآن أنا أكتب textbox.backcolor.backcolor أوكي color from RGB. الآن الكولر إذا كان ينتج من أرقام، ثلاثة أرقام، فالكولر يكون بهذا الشكل color dot from RGB، وننسخ الألوان التي نسخناها من هنا control V، أنسخ الألوان التي أتيت بها من البروبريتيز. أما إذا تم استخدام لون ثابت بهذا الشكل مثلا بلو، نقول color dot blue مباشرة ثابت. لاحظوا الجمل كلها متشابهة، text color color text box 1 dot back color يساوي color dot blue. لو أجي على هذا الآن الأسود، لاحظ text box dot back color يساوي لاحظوا الآن from RGB 000، يعني عندما أمزج ثلاث الأرقام الثلاثة بصيغة 000 هحصل على اللون الأسود، أو ممكن بطريقة أخرى أأتي باستخدام هذا الشكل. هل عفوا بهذا الشكل أقول ليس عن طريق الـ RGB وإنما باستخدام الـ Constant Color from Visual Studio Black. بلاك نفس الكلام، عندما أنفذ حيعطيني اللون بلاك، أو أستخدم هذا الشكل. نعم لاحظ في الأبيض، لاحظ الأبيض ممكن أستخدم هذه الطريقة color dot white، أو ممكن from RGB 255 255 255 255 اللي هي ال FF الألوان الثلاثة، الألوان بالهكساديسيمال، الألوان الثلاثة. نعم، ونفس الكلام بالنسبة للريد، لاحظ ريد بطريقة الكونستانت أو بطريقة المزج الRGB، والجرين لاحظ الجرين، هذه الجملة الآن التي تعمل color dot green back color يساوي color dot green back color text box 1 كله نفسه text box 1 back color color dot blue
وهنا تكلمنا عليه عن طريق هذا ال RGB. أوكي. طلاب أعطيكم أيضا ملاحظات تقوي من مهام من مهاراتكم في عملية استخدام الألوان. يعني هذه عملية استخراج الألوان ممكن استخدامها عن طريق الأونلاين. لاحظ في الجوجل بالمستكشف متصفح جوجل يوجد أدون ممكن إضافتها وتستفادوا منها. الأولى مثلا عندي كولورزيلا لاحظوها هذا اسمها كولورزيلا. الثانية عندي كولور بيك يعني سحب للألوان. أحيانا قد يكون أنا أريد أختار لون غير موجود، يعني أريد أستخدم لون غير موجود أمامي، موجود في قائمة الألوان التي توفرها بيئة البرمجة فيجوال ستوديو. ممكن أتعب لكي أحصل على الإكزاكت كولر، ولكن ممكن مثلا أنا عندي هذا الموقع، مثلا موقع الموديل. لاحظوا الآن أنا أختار الكولر بيك. لاحظوا الأرقام هنا الـ RGB تتغير مع التغير. الـ RGB تتغير. RGB تتغير. في أي مكان أقف، أو كم وقفت هنا، حيعطيني هذا اللون وأختاره، وممكن أنسخه في أي مكان في البرمجة وفي أي مكان. لاحظوا هنا ممكن أنسخ هذا اللون RGB، أو ممكن أنسخه داخل بيئة البرمجة. يعني بإمكانك أن تختار أي لون. أعيد مرة ثانية، لاحظوا هذه مجرد أفعلها أوكي وأبدي الآن أذهب إلى أي مكان. لاحظوا في أي لون من هذه الألوان والتفاصيل ممكن أختار أي لون من الألوان. أعمل بعد اختياري، أعمل تك، أدوس على الماوس وأختار هذا، أختار الـ RGB. طبعا بنفس الفكرة ولكن بشكل مختلف قليلا، الميزة الأخرى كولورزيلا أيضا عندما أفعلها ممكن أيضا أن تحدد لي في أي مكان أقف، في أي مكان أقف أعملتك حيعطيني لون، وأنا ممكن هنا من هنا أختار. لحظة هنا كوبي أعمل. لاحظوا الآن الألوان اللي موجودة، هذه مثل الهستري للألوان التي سبق اختياره، وممكن أعمل كوبي لهذا اللون أو هذا اللون أو هذا اللون. هذه ألوان سابقا تم اختياره. أنا ألاحظ الكولر الأولى أو الأدون الأولى الإضافة الإكستنشن الأولى اللي هو الكولر بيك، يمكن مور سيوتابل وأن مور يوسفل للاستخدام. مجرد أختارها وأمشي في أي مكان أريد، أن لاحظ يوجد تغيير للون، وعندما أنتهي أعمل أختار اللون، أعمل أضغط على الزر الماوس الأيسر وأختار اللون من هنا، يتم اختياره كوبي أعمله كنترول سي وأذهب إلى أي مكان مثلا، حتى لو في البرنامج في هذا المكان مثلا هنا. خلي أذهب إلى برنامج الكولر، خلي أختار لون مثلا، أختار هذا اللون، أختار هذا اللون مثلا هنا. كنترول سي. سأذهب الآن إلى برنامجي اللي خاص بالألوان، شو كولر. طبعا هنا على سبيل المثال أغير بالكود، على سبيل المثال هنا بهذا الشكل حنسخ الكولر هنا. حوقف هذه الجملة، أنسخها هنا، أنسخها هذه الجملة، ألصقها هنا. ألغي ما ضروري كلمة RGB لأن already موجودة.
امسح هاني العفو هذه الالوان الثلاثه اخليها هنا بدل اللون السابق. اوكي هنفذ الان. شوفوا الان انا جبت لون منين؟ من المستكشف، اخترت اي لون اريد. اوكي ايضا شيء متعلق ومفيد ايضا لكم، لاحظوا الان انا سبق اعطيت محاضره في الكليه عن مثلا الشات والفورم بالنسبه لي الموديل برنامج موديل، وحبيت لو وقت التنسيق ان اختار الوان الكلام بنفس، لاحظ هذه الايقونه اللي موجوده في برنامج موديل، ايقونه الفورم المنتدى تتكون من لونين. اوكي لو اجي الان، لاحظوا الان انا جيت هذا الـ هذا الـ لو اختار مثلا اكتب مربع اخر، انسرت مربع نص واكتب هنا كلام فورم العفو فورم، اعمل له بولد اكبر الحجم مالها هكذا مثلا بهذا الشكل، اجي اقول هذا الجزء الاول حلونه بهذا اللون او الونه باي لون اجيبه من الخارج ممكن، بس اذا كان عندي الجزئيه موجوده هنا، لاحظ اذا كان عندي الجزئيه موجوده فانا اختار التلوين لون، اختار البيك. اوكي البيك لاحظ الان لو اخترت هذا اللون تك الان تلونت بجزء هذا الجزء، هذا الجزء الثاني مثلا من الكتابه ألونه بلون آخر مثلا أعمل بيك وألونه بهذا اللون. أوكي. لو أردت هذا الكلام ألونه بنفس لون الأورنج اللي متعلق باللوجو الجامعة، باللوجو الجامعة لاحظ الآن أعمل بيك وأختار لون الجامعة لاحظ بهذا الشكل. زين إذا كان عندي لون أريد أجيبه من برا كيف؟ لاحظ طبعا يوجد عندنا أداة لقص الصور موجودة، لاحظوا هذا اسمها الأداة، هذا سنيبينج تولز موجودة بالويندوز، موجودة بالويندوز يعني موجودة حال الراسم وحال الدفتر موجودة أوريدي موجودة مع الويندوز، ابحثوا عليها عن طريق السيرش بالويندوز سنيبينج تولز، أنا هاي دائما أداة أساسية عندي في عملية ترتيب المحاضرات سنيبينج تولز. هذه لو أجي الآن أذهب إلى مثلا موقع معين وأقول أريد على سبيل المثال أن أختار هذا اللون، لاحظوا الآن أشغل هاي أختار هذا اللون هذا الجزء بس هذا الجزء أعمل له كوبي أجيبه وين؟ أجيبه إلى السلايد الخاص بي هنا أعمل له لصق. الآن جاني هذا اللون موجود، الآن هذا اللون موجود. أوكي حجي الآن على سبيل المثال هذه الكتابة كلها أعملها باللون البنفسجي، أختاره أعمل بيك بهذا الشكل وأذهب إلى اللون البنفسجي مثلا هذا اللون. اوكي لاحظ هذا اللون منين جبته؟ جبته من خارج البيئة اللي هي مرات قد تكون بيئة برمجة او مرات قد تكون بيئة مثل بيئة هنا الان الاوفيس داخل الباوربوينت. نعم.